والرجاء الصالح لله
كل عمار
إلى أهل غلاطيا ليفتحوا عيون إيمانهم
الذين اعتدوا من العبودية حين لبثوا المسيح في المعبودية. والثالثة من إنجيل لوقا يثبت مشهد الميلاد ونشيد الملائكة وعودة الرعاة فرحين بعد أن عايروا موجود القمر. اجلسوا وانصتوا إلى قراءة من سفر إشعياء بارك مارك. وعاد الرب فقال لأحد: ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. الشعب السالكون في الظلمة أبصروا نورا عظيما، والساكنون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور كثر في الأمم ووفرت لهم الفرح. فرحوا أمانا لأنه قد ولد لنا ولد وابنا أعطينا، وصارت الرئاسة على كتفه ودعي اسمه حكيما مشيرا إلها جبار العالمين رئيس السلام لإنماء رئاسته ولسلامه ليس انتهاء على عرش داوود وعلى مملكته ليثبتها ويوطدها للعدل والبر من الآن وإلى الأبد. غيرة رب القوات تصنع هذا. هذا كلام الرب.
إسلاما قد شاد مراني شمشيخا كرزو ثاد لقا وفي تلك الأيام صدر أمر عن القيصر أغسطس بإخصاء جميع أهل المعمورة، وجرى هذا الإخصاء الأول إذ كان قرينوس حاكما لسوريا، فذهب جميع الناس ليكتتب كل واحد في مدينته، وصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي يقال لها بيت الأحبار، فقد كان من بيت داود وعشيرته، ليكتتب هو ومريم خطيبته وكانت حاملا، وبينما هما فيها حان وقت ولادتها فولدت ابنها البكرى، فقمطته وأضجعته في مزود لأنه لم يكن لهما موضع في المضافة، وكان في تلك الناحية رعاة يبيتون في البرية يتناوبون السهر في الليل على رعيتهم، فحضرهم ملاك الرب وأشرق مجد الرب حولهم، فخافوا خوفا شديدا. قال لهم الملاك: لا تخافوا، ها إنني أبشركم بفرح عظيم يكون فرح الشعب كله، ولد لكم اليوم مخلص في مدينة داود، وهو المسيح وإليكم هذه العلامة: ستجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وانضم إلى الملاك بغتة جمهور الجند السماويين يسبحون الله ويقولون: المجد والسلام على الأرض للناس، فإنهم أهل رضاه، شوقا لا لهاب دائم ثاب.
فخامة رئيس الجمهورية جزيل الاحترام السيدة الأولى المحترمة دولة رئيس الوزراء المحترم سماحة السيد عمار الحكيم المحترم أخونا الشيخ ستار المحترم Your Excellency the Nuncio Apostolic Thank you so much for being with us صاحب السيادة المطران باسيليوس يلدو المعاون البطريركي Your Excellency the Australian Ambassador We are so happy being to be you being here with us أخواتي إخوتي مع حفظ الألقاب حضوركم ومشاركتكم إيانا صلاة عيد الميلاد من أجل السلام والاستقرار بلدنا العراق والعالم هو أكثر تعبير من الخطابات فنشكركم على حضوركم ومشاركتكم إيانا هذا العيد هذا الاحتفال بميلاد السيد المسيح السيد المسيح جاء من أجل الكل ما جاء فقط من أجل المسيحيين يعني. رئيسة وزراء إيطاليا كتبت تغريدة جدا مؤثرة وأرسلتها إلينا تقول لمست تصميم عند الحكومة العراقية في التغيير والإصلاح وهذا جدا مشجع وذكرت أيضا زيارتها لنا في لنا في البطريركية ووعدت بأن تدعم بقاء المسيحيين في العراق والشرق يعني فهذا يعني شيء معنوي إن كان للحكومة أو للمسيحيين ميلاد المسيح مشروع لاهوتي على مستوى الإيماني والإنساني والحياتي يساعد الشخص على استعادة القيم الروحية والأخلاقية ليعيش بمحبة وسلام مع الآخرين يعني أن يكون إنسانيا ولا يكون وحشا مفترسا عيد الميلاد ليس مجرد احتفال بذكرى مرت قبل 2000 عام أو الاحتفال به فولكلوريا بالبهرجة الخارجية كالزينة والهدايا والزيارات إنما الميلاد يعلمنا الوعي والإيمان باستمرار حضور الله في حياتنا اليومية جميعا يعني حضور أبدي بمحبته ورحمته مثلما سمعتم ترتيلة الجوقة تقول عندما تذوب نفسي في كيان الله أكون في الميلاد جاء المسيح لكي يجمعنا ويقربنا من بعضنا البعض ونطور علاقاتنا بروح الأخوة والطمأنينة إذا علينا أن نستقبله بروح جديدة لبلوغ ملء القيم الإنسانية والروحية التي علمنا إياها وبصراحة القيم تراجعت وهذا التراجع هو خلق مشكلة كبيرة القيم الروحية والأخلاقية ولنتركن العيد يمر مثل أيام الرزنامة كما قال البابا فرانسيس قبل أسابيع الميلاد لن ينتهي والرجاء بإنسانية جديدة وعراق جديد الآن هذه الأشهر لنا حكومة أيضا جديدة فإذا هذا الرجاء بإنسانية جديدة وعراق جديد يشحن رجاءنا لنعيش بالسلام والمحبة والتسامح يبقى هذا أمنية حية في قلب كل إنسان أتمنى في قلب المسيحيين والمسلمين ترتيلة أيضا جاء فيها ليلة الميلاد يمحى البغض تزهر الأرض تبطل الحرب ينبت الحب وين كل هالمعاني الكبيرة اليوم هذا مشروع لازم نعمل من أجله نحن رجال الدين لكن أيضا السياسيين والمواطنين كل واحد
هذا الرجاء يجب أن يستمر. من المؤسف أن يأتي عيد الميلاد هذا العام في وقت يعاني العالم من أزمات متفاقمة كالحرب الطاحنة بين أوكرانيا وروسيا، خاصة في هذا الشتاء القارس وليس لهم كهرباء. نحن نشكر الله إذا نقارن نحن وضعنا معهم، نحن بألف خير يعني، بس نحن ما نعرف نشكر، بس نتشكى ونتذمر. أيضا هناك انقسامات وصراعات وانسدادات وظلم في العراق وفلسطين وسوريا ولبنان واليمن، حيث أضحى المواطنون وخصوصا الأقليات مقهورين ومعنفين ومنهوبين وفقراء ومهجرين بسبب الصراع على المناصب والمصالح بكل هالدول. على العالم كله أن يدرك أن الحروب فاشلة والصراعات خاسرة، وينبغي أن ينتهي هذا الأسلوب ويحل محله الحوار الدبلوماسي لحل المشاكل. وهذا الحوار هو لائق بالكرامة البشرية وليس البارود. وأيضا على الفاسدين الذين يسرقون المال العام أن يعوا أن الحرام لن يدوم، هذا حرام في كل الشرائع السماوية حرام. وإن الله سوف يحاسبهم، أتمنى أيضا الحكومة تحاسبهم، ودولة الرئيس مصمم وإن شاء الله يبقى إلى الأخير بالحسم والحزم والحماس يعني. وإن الحلال وحده يبقى ولو كان قليلا، فالحلال بركة. المسيح عاش ما نعيشه اليوم، هاجمه رجال الدين اليهودي كحنان وقيافة مرجعيات، وخشيه السياسيون مثل الملك هيرودس والحاكم الروماني بيلاطس، وعملوا على تصفيته فصلبوه، هذا شيء تاريخي يعني، لكن الله أقامه من بين الأموات ورفعه. ولهذا السبب يسميه إخواننا المسلمون عيسى الحي. على طول نسمع هالعبارة يعني، ونحن هاي كثير تفرحنا. فإذا مخاوفنا وأمانينا تجد في ميلاد المسيح وقيامته الرجاء بنهاية سعيدة. قالت الترتيلة: عندما نملأ القلوب بالرجاء رجاء نكون في الميلاد. الدنيا ما تنتهي، الحروب تنتهي والخراب ينتهي والفساد ينتهي، بس إن شاء الله العراق يبقى والعراقيون يبقون. هذا الرجاء ينبغي أن يوحد جهودنا جميعا لإنهاء معاناة الناس من خلال بناء بيئة أفضل يعيش فيها كل مواطن مهما كان لونه أو جنسه أو دينه، بكرامة وحرية وعزة. الميلاد يعلمنا أن نكون فعالة سلام وإحسان والدفاع عن المظلوم وإغاثة اليتيم والأرملة والفقير معا. ولا يمكن أن ننمو ونتطور من دون حياة روحية وقيم أخلاقية والتعاون بيننا لاستعادة التناغم لهذا العالم الذي خلقه الله جميلا. لا يوجد أحلى من أرضنا، وأوكل إلينا تنظيمه وحفظه وازدهاره. العراق بلد الحضارات وثقافات وأمجاد، وفيه أناس أكابر من كل الديانات والفئات، لذا لقد حان الوقت لنعود إلى أصالتنا وقيمنا وبناء الثقة الاجتماعية والتربية على قبول التنوع وترسيخ العيش المشترك والولاء للوطن الحاضن للجميع تحت قاعدة المواطنة المتساوية. يجب أن ينظر العراقيون إلى بعضهم كعراقيين وليس كمسيحيين وكمسلمين وصابئة ويزيديين.
هذا المشروع ليس مهمة الحكومة وحدها، لكن كل مواطن يتحمل قسطا من كبيرا من المسؤولية بدعمه وتعاونه وحرصه لحماية وحدة العراق وسيادته وتقدمه ليعيش الجميع في غاية السلام والسعادة. وبصراحة لا يوجد طريق سواه. فلنرفع صلاتنا في هذا القداس هذا العيد قائلين: يا رب السلام، امنح عراقنا السلام، امنح العالم السلام والاستقرار. عيد مبارك للجميع، عشتم وعاش العراق. الحي القدوس والمؤمن والمبشر والإكرام والشكر والسجود والسلام.
فلا أنتم أحضرون ليقبل هذا القرآن بوجه المشرك هيمانوتا لشمشيطا فرشيوها قد آني همين
يا مريم، مريم ابنة إبراهيم، قلنا يا مريم.
ونتمنى أن يعم السلام في أرضنا المعمورة والعراق بصورة عامة وسوريا وكل الشرق الأوسط يعم السلام والخير للجميع ليعيش جميع أبناء الشعب بكافة مكوناته من إسلام ومسيحيين وصابئة ويزيدين وكل أطياف الشعب العراقي يعيشوا بمحبة ووئام لخدمة الوطن لأن هذا الوطن ليس وطن أحد بل هو وطن الجميع وعلينا واجب أن نخدم الوطن وعلينا واجب أن نحرص عليه وعلينا واجب أن نكون يدا بيد خدمة للمواطن العراقي خدمة لوطننا العزيز هذا الوطن الذي هو وطن الحضارات وطن القيم وطن الأنبياء وطن الأولياء وطن الصالحين علينا أن نكون نحن أيضا نسير في خطى هؤلاء الآباء لنكون فعلا أولادهم الرب يبارك الجميع وأترك الكلمة للأخ سماحة الشيخ دزيت لك هاي الموقع دزيت لك اياه على الله البشرية جمعاء لا سيما في هذا العام تتزامن هذه المناسبة الكريمة بهطول الأمطار والتي تعبر عن الرحمة الإلهية تستنزل هذه الرحمة في أجواء هذه المناسبة الكريمة والميمونة في كل عام نتشرف بالحضور معكم وإلى جانبكم في ممارسة هذه العبادات والطقوس في ذكرى الميلاد المجيد وكلما وقفنا عند نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام وهو رسول السلام وقارنا ذلك مع نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وهو رسول الرحمة وكم هي تتكامل هاتين الصفتين المهمتين الإسلام السلام والرحمة وكم نحن بحاجة إلى السلام وإلى الرحمة وإلى المحبة وإلى التعاون والتعاضد فيما بيننا نتكامل لنرتقي نتكامل لنبني وطنا كما نتمناه ونحلم به العراق بلدنا الحبيب الذي يجمعنا جميعا مسلمين ومسيحيين صابئة وإيزاديين بكل دياناتنا وقومياتنا ومذاهبنا وعشائرنا وانتماءاتنا الجغرافية والمناطقية لكن العنوان الأكبر الذي يجمعنا جميعا هو العراق علينا أن نتكامل مع بعض تحت رايته وتحت لوائه ونعمل معا من أجل بنائه وإعماره وتنميته مررنا بظروف صعبة جاء الإرهاب وعصف بشعبنا وقتل مواطنينا في كل مكان استهدف المسلمين واستهدف المسيحيين واستهدف الإيزاديين والديانات الأخرى ولكن إرادة الشعب العراقي كانت أقوى من إرادة الإرهاب ومن يقف وراءه فكان لنا كتب الله سبحانه وتعالى لنا النصر على الإرهاب وأصبح عراقنا خاليا من الإرهاب وواجهنا مشاكل عدة تخص الخدمات واحتياجات المواطنين نتيجة الحروب التي مرت بهذا البلد اليوم وبعد انسداد سياسي طويل تشكلت حكومة جديدة وتعمل هذه الحكومة على أن تعالج الإشكاليات والنواقص التي كانت في بلادنا وتركز على الخدمات وعلى إعادة إعمار البلاد بالشكل المناسب سيما وأننا الآن أصبحنا
بعيدين عن ضغوط الإرهاب واستهداف المستمر للمواطنين. وأيضا هناك ارتفاع في أسعار النفط وتحسن في إيرادات البلد وتوفر شيء من السيولة المالية التي تساعد على بناء المشاريع. ليس لنا إلا أن نتوحد ونستفيد من تجارب الماضي وننظر إلى المستقبل ونعمل معا لبناء هذا الوطن. المسيحيون يمثلون مكونا أصيلا في بلادنا، ليسوا مكونا طارئا، ليسوا بعددهم وقد غادر الكثير منهم في ظروف صعبة إلى بلدان أخرى، وهي فرصة ثمينة بمناسبة عيد الميلاد المجيد أن ندعو كل العراقيين من المكون المسيحي الكريم أينما ذهبوا إلى عودة طوعية إلى بلادهم ليساهموا في بناء الوطن، ليكون لهم دور في وضع لبنة إلى جانب لبنات أخرى حتى نعيد بناء وطننا ونعيش فيه بسلام وأمان. المسيحيون يمثلون ركنا أساسيا ومكونا أصيلا في بلادنا، وهم الوردة الفواحة في باقة الورد العراقية التي فيها كل المشارب والأصناف والمكونات، لكن المسيحيون يمثلون ركيزة مهمة وأساسية في هذا الفسيفساء وهذا التنوع العراقي. نحن فخورون بكم بوجودكم، نتمنى أن نتعاون ونتكامل معا لبناء وطننا على أسس صحيحة، وأن نشهد عراقا مليئا بالرحمة والسلام والأمان والاستقرار والازدهار والرخاء بالشكل الذي نتمناه لأنفسنا ولشعبنا. نسأل الله لكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وهذه الأعياد الكريمة تعود علينا ونحن معا نتكامل ونتعاون مع بعضنا ونتحابب ونتبادل السلام والمحبة والرحمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.